استنكرت رانيا شقيقة الإعلامية ريهام سعيد نشر أخبار مغلوطة عن شقيقتها على مدار الساعات الماضية بشأن أزمتها الصحية، وهنا دي صورة ليها مع ريهام سعيد. وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل، والخوف انه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش اي علاقة بالجلد، واضطرت ان تخضع لعملية دقيقة متابعة. هي الان بتخضع لعلاج مكثف، واذا لم يكن هناك تحسن هتسافر ان شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح، وان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامة. واضافت تصحيح لبعض البوستات الخاطئة، موضوع ان جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد، ده كلام مش صحيح خالص، أو إنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير، والكلام ده من وحي خيال بعض الناس، مناشدة بقولها: بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة. يعني لما يتكتب خبر زي وصية ريهام سعيد الأخيرة قبل وفاتها، الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأم وأب وإخوات وولاد ممكن ينهاروا لما يقروا خبر زي ده، ولا هو سبق صحفي وطز في أي حاجة تانية؟ وده البوست اللي حطيته من 8 ساعات فقط، هنا مع أختها ريهام سعيد، وهنا مع جوزها، وهنشوف أسرار تانية دلوقتي عن موضوع ريهام سعيد وشماتة الإخوان في مرضها. 2019 وقالت فيها: لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك. ونقلت اليوم السابع عن سعيد قولها أنها تعمل حاليا على اختيار طبيب متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء في مرحلة العلاج. وده البوست اللي حطيته النهاردة على حسابها: لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك وليرى مدى تحملك وصبرك ولأنه يحبك، من 12 ساعة فقط. رغم أن ريهام سعيد لم تشمت برحيل الرئيس السابق محمد مرسي، وقالت بالحرف: لا يمكن أن أشمت أو أفرح برحيل محمد مرسي، ولكن أنا مصدومة بمن يتعاطف معه ويتناسى الأطفال المرضى الذين حالتهم تقطع القلب فعلا ويحتاجوا للسفر فورا لعمل عمليات جرح حركة لهم لإنقاذ حياتهم، ويحتاجوا للتعاطف والدعم المادي أكثر من مرسي. ورغم ما سبق، إلا أن كثير من محبي الإخوان شمت في مرض ريهام السعيد الأخير، والذي أعلنت عنه اليوم السبت 29/6/2019، ولكن بعض من التعليقات السخيفة والتي وصلت لها تعليقا على ما كتبته عن مرضها. ده البوست اللي حطيته النهاردة، وقالت فيه وصيتها الأولى والأخيرة: حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا. فحد من محب الإخوان ردوا عليها: لا، ما ينفعش نتعاطف مع موت ريهام سعيد، لما تموتي هنبقى نقول كده حاضر، من 5 ساعات فقط. حد تاني: ما هنش عليك تترحمي وتخلي الناس تحزن على موت مرسي ودلوقتي بتطلبي الدعوة، يلا يا بنتي ربنا يشفيكي، بس عشان تبقي عارفة إن الدنيا دوارة، من 7 ساعات. كما تدين تدان، حسبي الله ونعم الوكيل، شفتي ان الدنيا دوارة ازاي، من 5 ساعات. احنا بندعي عليكي دنيا واخرة، من 5 ساعات. ده صوت معقول شوية، كتبت لميا: حرام يا جماعة، انتوا بتلوموها على اللي قالته على المرحوم الدكتور مرسي، ومش عاجبكم اللي هي قالته، ودلوقتي غلطوا أكتر من اللي هي قالته، حرام، حتى لو كانت غلطت ما ينفعش نقابل الغلط بغلط. وإحنا ما دخلناش في نيتها، وما ينفعش أبدا
نشمت فيها، هي مريضة لازم ندعي لها تقوم بالسلامة لأولادها الأول، بعدين نبقى نعاتبها. ربنا يشفيك يا ريهام، انت عملتي خير كتير في أطفال وكنت سبب في تخفيف. ألمهم ربنا يخفف ألامك انت كمان ويفرح قلبك وقلوب الناس اللي بتحب يشفاكي زي ما فرحتي آلاف الأسر بشفاء أطفالهم. ربنا يخفف عنك ويشفيكي ويرضيكي ويجبرك وما يشمتش فيكي عدو أبدا من 4 ساعات. حد تاني كتب لها: إلى كل اللي كتب شيء على ريهام سعيد، أحب أقول لكم إن الموت والمرض ما نشمتش فيه، حتى لو بتكرهوها ما تعلقوش بشيء سيء. وانت يا ريهام ربنا يخليكي لأولادك ويشفيكي ويعافيكي، اللهم آمين. أصدر تنظيم القاعدة بيانا اليوم الجمعة 28/6/2019 بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، وحمل القاعدة في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية اليوم الجمعة السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم التعازيه إلى أهالي الرئيس الراحل. سأعطيكم أولا نبذة عما قالته سما المصري على حسابها بانستجرام تعليقا على الرحيل محمد مرسي، ثم نرى الفيديو الذي نشرته وبالتأكيد سيبكيكم، حيث وجهت سما المصري رسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقالت سما المصري: أنا قلت إن مرسي ما يجوزش عليه غير الرحمة، لأني مش هشمت في وفاته زي الإخوان ما بيشمتوا في شهدائنا، بس بالنسبة للناس المتعاطفة مع موته بزيادة، حضرتك أنت وهو فاكرين اللي ماتوا دول وغيرهم من الأبرياء بسببه هو وجماعته؟ فاكرينهم ولسه متعاطفين معاهم، ولا نسيتوا دمهم خلاص؟ احمدوا ربنا انه مات موت تربه، والا لو كانت عدم كان زمان البلد ولعت واتحرقنا كلنا بنار الارهاب وانتوا معانا. كما قالت في بوست اخر: الشهداء دول اكبر من اننا نستعطفكم علشان تقدروا قيمة الدم اللي سال علشان يحموا ناس وشباب عمالين يهلفطوا باي كلام عن موت مرسي والاستعطاف بتاعهم ناحيته. امال لو مات في محبسه جوه من غير ما نعرف كنتوا عملتوا ايه؟ احنا مش هنشمت في موته زي ما بتشمتوا في موت الجنود والعساكر، لا احنا غيرهم، احنا قلنا الله يرحمه. وانا قافله التعليقات عشان ما اقعدش ارد واجادل على تعليقات بايخه من ناس بتشتمني لمجرد الشتيمه او انهم اخوان، مش هضيع وقت واحرق اعصابي في الرد. صفحتي مش عاجباك، انا موقفي من الاخوان معروف من سنين، ما كنتش مستنية موت مرسي عشان اقوله، وهيفضل ده موقفي. ريح نفسك ووفر شتمتك، وبرضه هقول الله يرحمه يا رب. بصوا الاول على عدد الشهداء اللي ماتوا بسبب مرسي والاخوان واهاليهم واخوانهم، وبعدين اترحموا براحتكم على مرسي. كما نشرت الفيديو التالي وكتبت معلقة عليه: أخبار المتعاطفين مع موت مرسي إيه بعد ما شفته ابن شهيد كان مرسي السبب في موته هو وجماعته؟ وإليكم الآن الفيديو. بعيطنا لما بشوف لما بشوف بابي. لما بتشوف صورة بابا في التلفزيون؟ أيوه. طب ليه؟ طب ليه؟ بتحس بإيه؟ نعم؟ بتحس إن هو وحشك عايز تشوفه؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق الفنانة نشوى مصطفى على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط الذي توفي منذ أيام خلال محاكمته في قضية التخابر، واصفين إياها بالفنانة الجميلة اللي جابت من الآخر وأفحمت بكلامها الكثيرين.
وكانت نشوى مصطفى قد كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة: الكلمة العليا لأم ابنها رجع لها أشلاء في كفن بدل ما تشوفه في بدلة العريس، الكلمة العليا لزوجة اترملت قبل ما تكمل سنة جواز، الكلمة العليا لطفل اتولد وأبوه استشهد قبل ما يشوفه، وتابعت: الكلمة العليا لشهيد دفع عمره ودمه علشان تعيش في بلدك بدل ما تدور على بلد تقبلك، في خيمة على حدودها تستنى طيارة ترميلك كيس عيش وشوية رز، انت بقى اقعد اكتب اللي على هواك على صفحتك كله طق حنك. ودي البوست اللي حطيته على الفيسبوك، ونشرت برضو صور من كأس أفريقيا اللي بيقام حاليا في مصر، وكتبت عليها: هي دي البلد اللي كانوا عاوزين يدمروها من 8 سنين، هي دي البلد اللي كانت اقتصادها منهار، اللي كان الأمن فيها خربان، اللي ما كانش عندها استعداد تغطي احتياجاتها من العيش والبنزين والبوتاجاز، البلد دي عظيمة بشعبها حتى لو كان وسطها ناس بتحاول تهدها، مصر عظيمة، هاشتاج تحيا مصر. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، جابت من الآخر ولا في أحسن من كده؟